موزيس، المسانده من ستانلي، ادي امامنا تسديد خطره جدا، خطيره 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 خطيره، وهدف عن طريق اللاعب ايتوبو، هدف عن طريق اللاعب ايتوبو من المتابعه. ادي الكرات لسه بقول بداوا يركزوا على الكرات اللي بالعمق، والكره المسدده من جانب اللاعب كليتشي، وترتد كره من القائم والمتابعه من جانب اللاعب ايتوبو اللي بيسجل هدف تقدم لنيجيريا في الدقيقه 60 من عمر، اللي بيسجل اول اهدافه الدوليه مع المنتخب الاول. ادي امامنا الكره، بص استلام كليتشي، سدد كره قويه ترتطم، والتغطيه الدفاعيه بقى متاخره في اللقطه الماضيه، والمتابعه من جانب اللاعب ايتوبو، كره قويه جدا صعبه في القائم، ترد ترجع فين؟ ترجع الى ايتوبو اللي بيسجل من متابعه. كره كليتشي ايناتشو لاعب فريق نادي مانشستر سيتي اللي وضع كره في منتهى القوه، في منتهى الروعه النيجيري حتى الان، ولكن المهم بقى تجميع نقاط في هذه البطولات. ادي رمضان، رمضان المهاره، رمضان الى محمد صلاح، التعادل 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 العادل، الله الله، جول جول محمد صلاح، محمد صلاح يا محمد يا صلاح، حطها حلوه حلوه، فينك يا رمضان، فينك انت، فين يا رمضان، رمضان عاملها حلوه حلوه، وصلاح هدف التعادل ياتي في الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضائع. قول لحضراتكم لم نستغل الدفاع النيجيري الضعيف، لم نستغل محمد صلاح، لكن بص شوف رمضان، شوف رمضان، هل هلالك، هل هلالك، بص رمضان يا ولد يا صلاح، بص الدفاع النيجيري يا ولد، استلام وحطها ايه، حطيتها قاتله قاتله قاتله، هدف التعادل، تمريره رمضان، استلام محمد صلاح يسجل هدفه الدولي رقم 23 مع المنتخب الاول، والاستلام رائع، شوف الاستلام وترفع ايدك ليه، لان اوبا بونا كان مغطي، وصلاح ياتي بالتعادل في وقت قاتل. التعادل لن يغير رايي، كان من الممكن ان نفوز، لكن هو ليه فرحه وليه يعني قيمته هدف التعادل، لان هدف التعادل يبقي مصر في صداره المجموعه، ويرفع رصيد المنتخب المصري الى 7 نقاط، ومنتخب نيجيريا